عام 82 كان كسبها فريق النادي العربي على فريق الرفاع البحريني. بينما اللقب الثاني للكرة الكويتية كان بفضل الكاظمة اللي كسب عام 87 على الهلال السعودي. ثم اللقب الثالث كان باسم نادي كاظمة والهدف الثاني. الهدف الثاني للفريق الكويتي. الهدف الثاني عن طريق بدر مطوع. 11 دقيقة ممكن المباراة انتهت. الخبرة الكويتية، الخوف من البدايات في الخارجية والخليجية لفريق الخور تكلفوا هدف ثاني. بدر مطوع يتسيد رتبة الهدافين وترتيب الهدافين في كأس الخليج هذا العام. الهدف الثاني للقادسية. سيناريو ثاني الأهداف في وقت الحديث عن عراقة وجدارة وبطولات الكرة بالأندية الكويتية. الهدف الثاني من بدر المطوع، أحد أبرز اللاعبين على خطى جاسم الهويدي، وممكن بخطى وخطوات الرجل الأشهر والمهاجم الأشرس جاسم يعقوب، هداف القادسية في السبعينات والثمانينات. سليم بن عاشور يعمل مجهود، بدر المطوع يكمل ويخترق الحدود بكرة ثانية رائعة جدا. هو نعم يطوع الكرة، طوعها طوعها يا بدر. 2-0 لل